أحق. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته متابعي قناه شوف تي في، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر اللي كنقلوا لكم بطبيعه الحال رفقاء الاخوان ديال السلطه هنا في مدينه الناظور. وعشرات من الاعتقالات حاليا كتم بسبب يعني بسبب عدم ارتداء الكمامات الطبيه من طرف المواطنين. وانتم كما كتشوفوا الحمله مشارك فيها الامن الوطني والسلطه القوات المساعده وعناصر الشرطه الاداريه واعوان السلطه. الحمله مستمره غادي تشمل الدائرة رقم 2 وبطبيعة الحال بقيادة قائد الدائرة. غادي نشوفوا العملية ديال الاعتقال ديال المواطنين اللي مخالفين القانون، مخالفين كذلك اللي ما دايرينش الكمامات الطبية. إذا كما كتشوفوا حاليا السيارة ديال الأمن الوطني والشرطة الإدارية والسلطة حاليا غاديين لهذا المكان هذا، واي واحد ما دارش كمامه الا وتهبطوا تطالبوا منه البطاقه الوطنيه ومباشره تطلعوه في الصافيط او تطلعوه في السياره، تطلعوه في السياره مباشره باش يكملوا معاه يعني الاجراءات القانونيه مع تحرير يعني المخالفه التي يعني تتراوح يعني المبلغ تقريبا شي 300 او اكثر في بعض الاحيان. اذا انتم كما كتشوفوا العمليه مستمره. العمليه مستمره وغتشوفوا، خليكم معنا باش تشوفوا العمليه الاعتقال كيفاش كتم. القوات المساعده تلتحق كذلك بالقافله ديال الحمله. إذا انتم كتشوفوا عملية الاعتقال مباشرة، انتم كما كتشوفوا السلطة حاليا كتعتقل احد المواطنين. إذا كما شفتوا عبر المباشر أنه كتم العملية ديال الاعتقال مباشرة، جوج ديال إضافة إلى 15 لواحد حاليا 15 لواحد، يعني بكل صرامة وما كاينش تساهل، الجميل في الأمر ديال السلطة الناظور أنه ما كاينش تساهل مع المواطنين الخارجين عن القانون، لأنه علموهم تقريبا هذه 5 شهور، هما تيعلموا لهم تيقولوا ديروا الكمامات، لكن الناس غير مباليين كأنهم ما مسوقينش لحتى شي حاجة، والحل الوحيد هو الاعتقالات وتحرير يعني المخالفات. يعني بلاصة ما تخلص درهم، بلاصة ما تشري كمامة بدرهم واحد كتصدق مخلص 300 درهم، 300 كمامة. انتم كما كتشوفوا العملية كذلك ربما غيعتقلوا احد المواطنين.
هما تعتقلوا هاد الناس كذلك، تعتقلوا هاد المواطنين بالرغم انهم دايرين الكمامات، بالرغم انهم دايرين الكمامات لكن ما دايرينهاش بواحد الطريقه اللي هي سليمه. وفاش ما كديش الكمامه بواحد الطريقه هي سليمه، اذا حتى انت كتعتبر راسك انك ما دايرش الكمامه نهائيا. اذا انتم كيف تشوفوا بالرغم انهم دايرين الكمامه لتحت الا انه تتم الاعتقال ديالهم مباشره. الكمامه كدار الفوق ماشي لتحت، وهذا هو الاجراء القانوني اللي فرضته وزاره الداخليه ووزاره الصحه، ان الكمامات الدار فوق الانف وفوق الفم ماشي اسفل الذقن. هذوما التعليمات اللي تعطيهم من طرف وزاره الداخليه وكذلك من طرف وزاره الصحه. اذا اربع اعتقالات في هذه المنطقه، اربعه ديال الاعتقالات في هذه المنطقه هذه، وكذلك مجموعه من المواطنين والمواطنات اللي للاسف الشديد انهم دايرينها اسفل الذقن ديالهم. وهادشي اللي تيخلي السلطة أنها تسجل مخالفات وتعتقلهم مباشرة. بعض المواطنين تيشوفوا الإخوان ديال السلطة تيهربوا مباشرة. يعني حشومة أننا الكمامة دايرة درهم وما نقدروش أننا نديرو فوق الأنف ديالنا غير لواحد الوقت محدد، غير وقت الخروج ديالنا. غادي نخرجوا مثلا ساعة ولا جوج سوايع، ما فيها باس نستحملوا هاد الكمامة هادي واحد جوج سوايع بين ما نرجعوا للدار ونحيدوا الكمامة ويعني وناخدوا راحتنا كيما بغينا. لكن للأسف الشديد أخوتي، للأسف الشديد مازال يعني بنادم ما باغيش عادي يعرف انه خص يدير الكمامه باش ما يتعتقلش وباش مجموعه من الامور. اللي دابا هاد اربعه الناس ولا خمسه الناس هادو اللي ما دايرينش الكمامات ديالهم، يعني علاش غيتعتقلوا وغيمشيو يتكرفسوا والديهم ويخلصوا الى غير ذلك؟ لو كان في الاول فكروا انهم يديروا الكمامه ديالهم ما نوصلوش لهاد التكرفسه هادي. وانتم كما كتشوفوا اخوتي، اذا ما بقاش الضحك، ما بقاش التساهل. انتم كما كتشوفوا السلطه، ديال مدينه الناظور مطبقه. احنا في الناظور اخويا، في مدينة الناظور. اذا سبعه ديال الاعتقالات، اللي حاليا ديال المواطنين انهم ما دايرينش الكمامه ديالهم. اذا كما كتشوفوا حتى السلطه حاليا كتحترم العدد اللي غادي تهز،
يعني ما يقدروش يعمروا سطافيت كامله، تيعمروا سبعه ديال دابا سته نورمالمون، تيعمروا تيزيدوا واحد باش سطافيت انها ما تعمرش، ويديهم مباشره للكوميساريه ديال الشرطه اللي كاينه في تويمه هنايا. حاليا بحي عريض او المدخل ديال حار عريض، هذا الحي اللي تتوفر على كثافه كبيره، كثافه سكانيه كبيره، وهذا هو الاجراء اللي غيبقى يتم في جميع المدن المغربيه. اي واحد ما دارش الكمامه يتعتقل مباشره، وهذا التحذير يعني يحذروا منه الجهات المسؤوله، وسائل الاعلام، الصحافه، الى غير ذلك، كل شيء يحذروا منه. لكن للاسف الشديد كنلقاو مازال من المواطنين ما تيديروش الكمامه ديالهم، وهذا الشيء علاش انتشر الوباء، انتشر بكثره بجهه طنجه، فاس، وبعض المدن الدار البيضاء، وبعض المدن الأخرى. الكمامات كاملين دايرينهم في الجيب ديالهم، وما قادرش أنهم يديروا على الأنف ديالهم، الفم ديالهم، وهنا كنطرحوا أكثر من علامة استفهام. إذن كما كتشوفوا هذا السيد هذا، هانتوما كما كتشوفوا يعني هاد العمليه اللي كديرها السلطه هنا يقني في كنشوفوها في شي مدينه اخرى. الوجهه الان الى الكوميساريه او مفوضيه الامن اللي كاينه في تويمه، غيتحطوا فيها هاد المواطنين هادو باش يوقعوا على المحاضر ديالهم، او يعيطوا الوالدين ديالهم او العائلات ديالهم، يجيبوا لهم الفلوس باش يخلصوا هاد الغرامه، ويكونوا عبره لباقي المواطنين والمواطنات. إذا انتم كتشوفوا احنا في المباشر متتبعي قناه شوف تيفي، للاسف الشديد ما كناش بغينا نشوفوا اعتقالات، ما كناش بغينا نشوفوا الناس كتكرفس بحال هكذا، لكن يعني تم التحذير ديالهم، وكانت تقريبا اربع اشهر من الحملات، اربع اشهر من الحملات التحسيسيه اللي خسرت فيها الملايير تاع الدراهم، وبالتالي كتلقى بنادم خارج بدون كمامه، والغريب في الامر انه دايرها في الجيب ديالو وما دايرهاش يعني فوق الفم ديالو او الانف ديالو. بغيت نقرا التعاليق ديالكم اخوتي، غادي نعطي لكم واحد الوقت ديال التعاليق، واحد 3 دقائق نقرا جميع التعاليق ديالكم، كيفاش كتشوفوا نتوما هذه عمليه الاعتقال، وكيفاش كتقيموا هذه العمليه اللي كتقودها السلطه بمدينه الناظور، واش بغيتوا انكم تشوفوا بحال هذه العمليات في مختلف مدن المملكه المغربيه. غادي نقرا التعليق ديالكم، ونبدا بواحد التعليق ديال الاخ محمد الاسماعيلي، بغينا هادشي يطبق في جميع مدن المملكة المغربية ماشي غير في الناظور. أكيد أخي حنا بغينا هادشي يطبق في جميع مدن المملكة المغربية، والناظور نموذج، كاين مجموعة من الجماعات اللي دايرة نفس الشيء، اللي دايرة نفس السيستم غادي عليه، لكن البعض لا،
والحمد لله مدينة الناظور الفيروس متحكم فيه بواحد الدرجة اللي هي كبيرة، ما عندناش بؤر، ما عندناش مخالطين إلى غير ذلك، والوضعية غادية بواحد الشكل اللي هو عادي. إذن سيارات السلطة ما زالت تجوب أهم الشوارع ديال حي عريض في اتجاه تويمة. سبعة ديال الأشخاص اللي تعتقلوا، إضافة إلى 13 في الفترة الصباحية، وكذلك على الساعة الرابعة غادي تكون واحد الحملة غتكون شاملة لوسط المدينة، الأسواق إلى غير ذلك. فالمئات والعشرات من كما كنقول المخالفات التي تم تسجيلها بمدينة الناظور. كذلك حتى التعليق ديال واحد الاخ قال لك هنا في الرباط ما كاين لا اعتقال لا والو، هذه رساله للسلطات في مدينه الرباط انها يعني تكتف من المجهودات، لان مدينه الرباط المركز وجميع المغاربه يلتحقون بهذه المدينه اما لاغراض يعني العمل او اغراض يعني الاستشفاء الطبيه الى غير ذلك، فما بغيناش الناس يمشيوا لهذه المدينه هذه من اجل انهم يتعالجوا من امراض مختلفه ويرجعوا مرض بكورونا. اذا هذا الدور ديال السلطه، هذا الدور ديال السلطة بمدينة الرباط والعملات ديال مدينة الرباط كذلك، أنهم يكونوا جنود مجندين من أجل محاربة هذه يعني الآفة وهذا الوباء اللي ضرب المغرب ديالنا منذ مارس الأول. تازا كاع ما دايرش كمامات، غنقرا التعليق ديالكم الاخوان، نشوفوا التعليق ديال جميع الاخوان اللي حاضرين معنا في هذا البث المباشر. ناس كازا بدون كمامات، اذا دور ديال السلطه داكشي اللي راهم دايرين اخي خالد، داكشي اللي راهم دايرين الاعتقالات ما كاينش لا رجعه فيها، واللي حصل تيخلص مباشره. اذا مباشره الى الوفوضية ديال الشرطة اللي احنا قرب منها، غادي نسجلوا هاد الناس هادو باش انهم يحرروا لهم محاضر. اكيد الى حصلت اخويا 300 درهم مباشره ما كاين لا سمح لي الى لا استنى غادي ندير في الجيب عندي غادي نديرها ولا حتى شي حاجه، يعني اي واحد تعتقل الا وغادي يخلص كيف ما بغى يكون اخويا. دير انتما كما كتشوفوا العملية يقودها قائد المقاطعة
التاسعة والإخوان ديال أعوان السلطة عملية صارمة وشفتوها على المباشر نتوما. إذن كما كتشوفوا هذه العملية ديال العملية الثانية من بعد 13 حاليا تقريبا شي 8 أو 7 ديال المواطنين اللي تم الاعتقال ديالهم مباشرة أنهم ما دايرينش كمامة أو دايرين الكمامة وحاطينها تحت الدقن ديالهم أو تحت الفم ديالهم، وهذه مخالفة هي أخرى. إذن كانت تواجدوا بالدائرة الخامسة للشرطة بحيتويمة حيث يتم يعني تحليل المحاضر مع يعني الآخر تغريمهم لغرامات بالنسبة لهاد المواطنة. كنا معكم في هذا البث البشر من مدينة الناظور، وها هي الأجواء هنا بمدينة الناظور بطبيعة الحال يوميا جدًا، وفي المساء غيتم عاوتاني كذلك في المساء غيتم عاوتاني عملية كذلك ديال الاعتقالات وكذلك الناس اللي مخالفين للكمامات الطبية. إذا شكرا لكم على المتابعة، دمتم في رعاية الله، كنت سعيد بالتواصل ديالي معكم، نتلاقاو إن شاء الله في المساء، شكرا لكم وإلى اللقاء.